السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نقدم لكم واحد البسطيله ديال الحوت المسفيويه اللي كنقدموها في المناسبات والضيافه. وبالمره بغيت نوريكم الكادو اللي جاب لي الزوج ديالي، ها هو. وكنشكره بزاف على الدعم وعلى كل شيء. وبسم الله على بركه الله ندوزو للمقادير ديال هاد البسطيله ديال الحوت. عندنا اولا تكون عندنا الكروفيت تقريبا واحد نص كيلو، هو على حسب البسطيله اللي عندك. عندنا نص كيلو ديال الكروفيت، عندي واحد ثلاثه البصيلات مشلضين، عندنا الثومه، الزيت الروميه، وعندنا الحامض معصور، عندنا الزيت البلديه، الزبده، عندنا الحوت الابيض. هو الاساس ديال هاد البسطيله هو الحوت، يكون الحوت ابيض. هاد الحوت الابيض فورته مع شويه ديال زيت العود، ودرت معاه ورقه سيدنا موسى، ودرت معاه شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار. وفي الماء اللي كيفور فيه، يعني اللي كيكون تحت منه، درت فيه الحامض، ودرت فيه الضامه ديال كنور ديال الحوت وورقات ديال سيدنا موسى. عندنا فيرميسيل دو شين، ها هي درناها في ميها، رقدناها واحد 5 حتى 10 دقائق في الماء طايب. عندنا الكالمار، اللي هاد الكالمار الطريقه اللي كندير ليه انا باش كيجي فتي، كنديرو منين كنغسلو كنحطو في الفريغو. اون فوا كنجبدو من الفريغو كنديرو في الكسكاس ديال الكوكوت وكنسد عليه. كندير معاه مليحه وبزيره، كندير في الماء اللي غيفور فيه حتى هو، درت فيه شويه ديال الحامض وشويه ديال مليحه، ودرت فيه ورق ديال سيدنا موسى وسديت عليه. منين كيتصفر الكوكوت كنطفي عليه وكنخليها هكا مسدوده حتى كتبرد، عاد كنحلو كنلقاه فتي طيب، يعني ماشي مقاصح ما والو. هذه هي الطريقه اللي كندير ليه. عندنا لي شامبينيون، وعندنا لي شامبينيون نوار، حتى هما رقدتهم في شويه ديال الماء باش ترخاو ليا شويه. عندنا هنا هاد شويه ديال شاركوتري هكا مقطعه للتزيين، عندنا شويه ديال الكامبا درناه حتى هويا للتزيين. هذا غير سلقته واحد شويه في الماء وشويه ديال الحامض ومليحه وبزيره، ومن بعد غادي نسوطيه في شويه ديال الزبده باش غنزوقو من الفوق. عندنا كنور ديال الضامه ديال البنه ديال الحوت، مليحه، الفلفله حمراء، البزار، الزعفران الزغبه والنسمه ديال الزعفران، عندنا مطيشه ديال مصبره، عندنا الكمون والحار، وعندنا الربيع، قزبر ومعدنوس مقطعين رقاق مزيان. ولي كروفيت خلاص رحنا سلقناهم واحد شويه ونقيناهم، وعلى بركه الله غادي نبداو. وسمحوا لي نسيت ما ذكرتش لكم، عندنا شويه الزعتر حتى هو كنديروه مع الحوت منين كيكون كيتفور، وغنديروه حتى مع لاصوص. دابا على بركه الله غادي نبداو لاصوص، نحيدو هذا الشيء. المقلات اللي غادي نخدم فيها، غادي ندير بصيلة، هذا هو لاصوص اللي اساسي عندنا في اللي بيه كنخلطو الحوت ديالنا. كنديرو معاه زيت بلدية تقريبا واحد نص كاس، كنديرو معاه واحد عرقة تقريبا ديال التومة،
كنديرو الربيع واحد ثلاثة او الاربعة ديال المعالق، نديرو شوية ديال الفلفلة حمراء، البزار، معلقة ديال الكمون، واحد معلقة كبيرة ديال مطيشة كونسونطخي، وإلا خصنا غادي نزيدو واحد شوية، غنديرو الملح، أنا الملح كنديرها بيدي باش كنعرف أشنو القياس، ومن طبيعة الحال راه حنا كندوقو، والحار ما غاديش نزيدو حتى نهز شوية ديال لاصوص، لأن كاين اللي ما عزيزش عليه الحار، أنا غندير واحد البسطيلة صغيرة بلا حار، ودابا غادي نمشيو باش نحطوهم فوق النار حتى طيح لينا هاد البصله، نبقاو نحركو حتى طيح لينا هاد البصله، طلينا واحد شويه غادي نزيد شويه د الزعفران، نخلي اختي كتحرك في هذه، وغادي نشعل انا على البوطه اخرى باش نستغل الوقت، غادي ندير شويه ديال الزيت، نخليه حتى يسخن واحد شوية، وغادي ندير الكروفيت ديالنا، ندير معاه واحد شويه تاع الضامه ديال الحوض هنا، وغادي هاد الضامه غادي نديرها حتى هنا، غنزيد واحده اخرى، ندير شوية ديال التومة، شوية البزار، شوية الفلفلة حمراء، وندير شويه د الربيع حتى هو، الحقيقه هاد البسطيله ديال الحوت معروفه عند مالين اسفي من زمان، سورتو ان اسفي معروف عنده البحر، عنده واحد الثروه، وعندنا يعني تقريبا جميع انواع ديال الحوت عندنا، وواحد المذاق فيه ما شاء الله، والحمد لله الحمد لله على
نعميه اللي عطينا كثيران، اللهم لك الحمد. وكتبقى هاد البسطيله ديال الحوت كدار دائما في الضيافه، ملي كيكون عندنا جاي عندنا شي ضيف عزيز او لا في مناسبات ولا في، يعني كتبقى عندنا من ايام زمان. غنزيد الربع اليوم. انا كنشكر بنت اختي لان جات تعاوني، الحقيقة دائما كنلقاها في جنبي، يعني ماشي غير اليوم، دائما كنلقاها في جنبي وانا كنشكرها بزاف. وكنشكر كل شيء، الناس اللي ساندوني واللي كيدعموني واللي متتبعين، وكي يعني دائما كيزيد، يعني كيحمسوني انني نزيد القدام ومازال نعطي ومازال. شكرا لهم بزاف بزاف بزاف. ما غاديش نقول الاسماء باش ما ننسى حتى شي واحد. كنشكركم بزاف بزاف بزاف. ونشوفوا المريقه ديالنا من هذه هي الصوص الاساسيه. هانتوما منين كتبدا تطيح البصله كتجي زوينه وكتجي رائعه. دابا بقى لنا غير شويه، غادي نرش ندير واحد العصره د الحامض على الكروفيت باش نحمدو، ونعاود ثاني ندير الكالما. وغادي ندير حتى على لاصوص ديال هاد لاصوص، بقى غادي نزيد فيها. غنزيدها دابا الزعفران صغبه باش تبقى منسمه ديالها. دابا غادي نطفي على الكروفيت وغنحيدهم، ودابا غادي ندير الزعفران صغبه غنديرو، وغادي ندير واحد الضويمه ديال الزعفران صغبه باش تعاون. وكنحطوا الكالمار ديالنا. حتى هو كنديروا ليه شويه ديال الكريمه، شويه ديال الثومه. شويه ديال الكمون. بزاف. الأحمر الربيع you
وغادي نرجعوا لهاد لاصوص ديالنا، غنزيدوا فيها الحار الحار حسب الذوق. هاد الكرمة غادي نحركو غير واحد شويه تشرب القيمه ديالتو، وغادي نزيدو شويه ديال الحامض حتى هو. كتجي زوينه وكتجي رائعه، يعني ديال الضياف ديال النهار الكبير كيف كنقولوا، وتحميط الوجه كتحطيها تحميط الوجه. دابا غادي نضيف واحد جوج معالق ديال الحامض، ومعروف الحوت كيبغي الحامض بزاف، كيتواتى معاه وكيجي واحد المذاق، كيعطيه واحد المذاق زوين الحار والحامض، جوج د الحوايج كيجي زوينين مع الحوت. وغنستمر بحال هكا حتى تدخل لينا التغميره معلم. صافي، ودابا هاني طفيت عليهم، هانتوما ها هذا كيفاش جا، ها هو لاصوص ديالنا، ولا هو هذاك. سمحوا لي تقع الفيديو، راه زدت واحد شويه د الحار، واحد المعلقه صغيره زدتها هكا. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه. ودابا جينا هنا باش نقطعو هاد لي شامبينيون نوار ديالنا، نقطعوهم صغيورين هكا باش حتى هما نديرو ليهم نفس الطريق. وغادي نستمر بحال هكا حتى نقطعهم كاملين، وغادي نقطع حتى لي شامبينيون الاخرين حتى هما غنقطعهم. حتى هما غادي نديرهم في مقيله وندير ليهم كيف ما درنا نفس الطريقه ديال التام اللي درنا للكوفيت والكالمار باش حتى هما يجوا من السمين. هاد لي شامبينيون نوار كيجيو زوينين مع الحوت، كيجيو رائعين وفيهم منافع، حتى هما راه فيهم فوائد كثيره.
في هذيك المقيله اللي درنا فيها الكالمار، هذيك الزويته اللي بقات لتحت حطينا فيها هاد لي شامبينيون نوار. غادي ندير معاه شويه د القامه كيف ما درتها مع الكالمار ومع الكروفيت، غنديروا شويه د الربيع. شوية الكمون، شوية ديال الثومة، البزار، الفلفل الأحمر، وواحد نص ضامة ديالت ضامة ديالت الحوت، نسمد الحوت. وغادي نزيد معاها شوية الزعتر، وغادي نديرو فوق البوطة حتى هو يتشحر كيف ما تشحر الاخر. وناتوندون باش نقطع شوية ديال الفيرميسيل ونقطع لي شامبينيون الاخرين باش نخلطهم. كنقطعو باش نستغلو الوقت، كنقطعو هاد لي شامبينيون العاديين كنقطعوهم حتى هما، غنخليهم هنا. ودابا غادي نجيب الفيرميسيل ديالنا وغادي نقطعها حتى هي. غنخليهم هنا على جنب وغندوزو للمرحلة الثانية ان شاء الله. من بعد ما هذا شرب القامة ديالته غادي نزيدو عليه الشامبينيون العادي اللي قطعنا دابا، هو الفيرميسيل، وغندوه واحد شوية يدخل ليه القامة ونحيدوه. غادي نزيدو واحد تقريبا معلقه صغيره ديال الحار، وغادي نزيد واحد معلقه كبيره تجوج ديال الحامض لان الحوت كيبغي الحامض مزيان. وصافي غادي غنديه ونجيبو يدخل معاه الحرور ويدخل معاه الحامض صافي، وغنطفي عليه. ودابا وصلنا للمرحله ديال باش غادي نحطو الحوت ديالنا باش نخلطوه مع لاصوص ديالنا. هو الحوت منين كتفوريه كتحيدي ليه الجلده ديالو، وكتحاولي تحيدي ليه الشوك وتحيدي ليه كاع الحاجه اللي حيت هي الحاجه العيبه هي يكون فيها الشوك. وانا نهار كنسى فيها شي شوكه كتجي غير في مول الدار هو اللي كتجي فيه. دابا ها هو لاصوص ديالنا اللي درنا كبيره، وغنبداو نخلطو تدخل
يدخل لينا هاد لاصوص مع الحوت ديالنا. بشويه بشويه باش يبقاو لينا هادوك الطريفات باينين حتى الحوت. وغادي نستمر بشويه بشويه حتى ندخل فيها هاد لاصوص ديالها كله ندخلو فيها، ونتلاقاو من بعد على ما يتبرد لينا الكالمار ديالنا ويبرد لينا الكروفيت ويبرد لينا يعني الحشوه ديالنا كلها تكون بارده. عاد هذاك الساعه غادي نمونطيوها في الورقه ديالتها، لان الا درتها في الورقه وهذه سخونه غادي تقطع لينا الورقه وغادي تجي البسطيله عيبه. دابا وصلنا للمرحله باش غادي نحطو باش غادي نلفو ونطويو هاد البسطيله ديالنا. الطاوة ديالنا كندهنوها بالزيت باش ما تجيناش البسطيله ناشفه. ودابا دورنا هاد الورقه هي الاولى، غندهن بشويه ديال الزبده غير باش تجينا الورقه مقرمشه وما تجيناش قاسحه. نديرو شويه ديال الزبده هي الاولى هكا، غنهز هاد الورقه نديرها الوسط. اول حاجه غادي نديرو الحوت ديالنا هكا، وفي الحقيقة هاد البسطيلة كتجي زوينة واخا فيها شي شوية ديال التحضيرات، ولكن كتجي رائعة. واليوم درناها لواحد السيد عزيز على الزوج ديالي بزاف، وعرض عليه وقال لي احسن حاجة نديرو ليه هي بسطيلة الحوت، لان احنا الناس دائما منين كنعرضو على شي حد ضروري ما نديرو ليه حاجه ديال الحوت. هكا هذا هو الاول بحال هكا. نتمنى نكون فسرت لكم مزيان. كنديرو دابا البرنسال مع لي شامبينيون. هو في الاصل بسطيله ديال تاسفي ديال الناس الاولين، ما كناش كنديرو فيها لا برنسال لا شامبينيون لا والو، وهذه اضافه من عندنا يعني دابا ونينا كنزيدوها وكتجي زوينه. ولا لاحظتوا انني نحط هنا صوص الصوجا، وهذا صوص الصوجا هاد صوي صوي الصوجا كيديروها كاين الناس اللي كيبغيو يديروها في الحوت، ولكن انا اليوم بغيت نديرها مسفيويه ما بغيتش نزيدها، لان الذوق كتدي لواحد البلاصه اخرى، وانا فضلت انني نديرها مسفيويه
طريقتنا حنا ديال الناس داسف، هو كيجي زوين ماشي ما كيجيش زوين صوص الطوجر، كيجي زوين. من بعد غادي ندير الكروفيت، وتحاولوا انكم تفرقوا هاد المكونات على البسطيلة كلها باش كل شيء يجي حداه، يعني اي حاجة درتيها كتوصل للناس كاملين. ودابا غادي وصلنا للكالمار، حتى هو غادي نديروه، وإلا بغيتي تقطعيه قطعيه، ولكن انا فضلت انني نديرو بحال هكا كيجي زوين. وحاولي توزعيه على البلايص كاملين باش يوصل لكلشي الناس. يا بصراحه هاد البسطيله ديال الحوت كتجي راقيه ورائعه، يعني شكلا ومذاقا كتجي غزاله. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها. ودابا وصلنا للمرحلة ديال باش نجمعوها، نحاولوا ما امكن نديرو شوية الزبدة هكا باش تجي الورقة. تجي مقرمشة حتى من الداخل. والورقه دائما البلاصه اللي كتكون هكا ملسه هي اللي كنديروها، ماشي بحال هذه اللي كتكون هنا حرشه باش كتجي زوينه. ومن الافضل ان هاد الورقه تكون ديال النهار بنهارو، يعني ما نديروش ورقه ما تكونش قديمه، ديال نفس النهار اللي احنا غادي نصاوبو فيه هو نفس النهار اللي غنديرو فيه الورقه. غندهن هنا شويه ديال البيض باش تشد لينا الورقه. كده دائما انتم الورقه باش تعرفوها زوينه، واخا كتكمش منين كتحلوها كتبقى هي هي، ما كتقطع ما والو. ودابا غنبدا نلمطها هكا من تحت. حاولي تلمطي وتقادي.
ديروا اخر ورقه من الفوق ودابا البسطيله ديالنا غادي نصيفطوها ندخلوها للفران يعني طيب لينا. كندهنوها بزبيده اولا كاين اللي كيدهنها كيخلط شويه ديال الموتارد مع شويه ديال الكيتشوب مع يعني كيخلطوا كيدهنوا به مع البيض ولا هذا. انا اليوم بغيت نخليها بسطيله مسفويه غادي ندهنها بشويه الزبده من الفوق. من بعد ما خرجناها من الفران كتجي على هذا الشكل. درنا لتحت هاد الخص هذا اللي بهذا الشكل هاد الفخيزي لانه كيعطي منظر زوين. وغادي نبداو على بركه الله ديكوراسيون. بالنسبه للتزيين كيبقى كل واحد على حسب الذوق. غادي نبداو اولا غادي نحطو هاد اللي درناه فدرتو في شويه ديال الزبده سوطيتو غنديرو في الوسط هكا بحال شكل ديال بريضه هو الاول. بحال هكا على شكل بريضه انا درت هاد هنا في الكوردون غنصوبهم غنتكوهم هنا. تقدروا ديروا دي باطوني ديال السوريمات تقدروا ديروا اي حاجه نتوما غادي تعجبكم. كيبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد بحال هكا. دابا غادي نجيبو هاد لي طرونش ديال الحامض غنديرو ليهم هكا. أنا بسطيلة الحوت أولا الحوت دائما كيبغي دي طرونش ديال الحامض. بحال هكا وغادي نزوقو بشوية ديال البريوات مالحين. كفر الجنبات ومع هاد البسطيله درنا شويه ديال سلاد بلي ليغوم هكا شويه ديال الخيار شويه ديال اللوبيا خضراء حتى هي فورتها وسطيتها بشويه زيت العود شويه الربيع والثومه ومليحه وبزيره بقيطة درت خيزو والكريعة خضراء. وها هي دابا البسطيلة ديالنا ودابا غادي نوريكم التقليم في فوق المائدة ديالتنا.
وها هي الضيافه اللي دار الزوج ديالي اليوم الخوه، وبالصحه والراحه. الا عجبتكم ما تنساوش ديروا ليا لايك وديروا اشتراك الا كنتو ما مشتركينش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد. وبصحتكم.